الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امبارح حضراتكم كنت نزلت الفيديو ده علشان البتونيا ونوريها لحضراتكم بعد 4 شهور شكلها بقى ازاي. لقيت احد المتابعين بيسألني هو الزهر الموف او البنفسجي ده اسمه ايه؟ ده حضراتكم نوع من انواع الجهنمية اسمه جهنمية جلابرا. وده حضراتكم من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا، ودي يعني زهرتها في الخريف وفي الربيع اكتر كمان من الصيف. الجهنمية الجلابرة بتمشي في الجو الجاف، يعني في البلاد اللي فيها حر بتمشي فيها، بتتحمل الحر، بتتحمل السعة كمان. يعني شوف الظاهر حضراتكم في الشتاء، يعني احنا في شهر 2، قبل كده كمان في ديسمبر وفي يناير في فبراير، ما شاء الله في مارس هتلاقي الزهرة برضو موجودة. فبتتحمل الساعة، بتتحمل الشتاء والزهرة بتكون موجودة، مش عايزة مية كتير، تحملش المية الكتير، عايزة شمس مباشرة تكون كتير، ما بتتحملش المية المالحة. كمان حضراتكم شكلها في النماذج دي كده جميل جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بيوصل ارتفاع حضراتكم يعني ارتفاعات عالية. يعني النماذج اللي معانا دي حوالي 1.25 متر. هنشوف مع بعض دلوقتي نموذج تاني، ده حضراتكم يعدي 1.5 متر، يعني فوق 1.5 متر. شوفوا الجمال بتاع الزهرة ما شاء الله ما شاء الله. وده احنا كده في شهر فبراير، بتطلع زهرة اكتر من الجهنمية البلدي. وده حضراتكم اللي قدرنا نجمعه عن الجهنمية الجلابرة. نتمنى في نهاية الفيديو ان يكون الفيديو عجب حضراتكم، وان شاء الله تستنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.